فكروا فيها شوي صغيرة بأنه تخيل هلأ أنت قاعد هون وبيجيك رسالة من الرب على تليفونك أو بيجيك تليفون ألو بترد أنت تطلع من هون بيجيك تليفون تطلع عندك على الشاشة مكتوب يسوع المخلص أو مكتوب يسوع المسيح بترد أنت ألو بقول لك ألو فارس بيحكي عربي رب ألو فارس ألو مين معي أنا يسوع مين يسوع أنا يسوع المخلص مخلصك وفجأة التليفون بإيدك بيوقع وبصير دغري شخصيا قدامك بقول لك قررت ما أحكيك على التليفون كون قدامك أنا فارس بيوقف قدامك يسوع هيك فارس أنا عندي دعوة لك أنا داعيك داعيك أنك تحقق مقاصدي أنا عندي خطط لك بديك توصل لهونيك لكن أنا ما رح أقول لك شو رح يصير على الطريق يا فارس ما رح أقول لك بشو رح تقطع بس أعرف أنا رح أكون معك وبديك كمان تعرف يا فارس تخيل انا فيك تخيل اجي اسوي وبديك تعرف يا فارس بانك لتوصل لهونيك انت محتاج لمعدات انا بعرف انه الطريق لهونيك صعبه وبعرف بانه رح تكون مليانه مطبات وبعرف انه خصمك ابليس وبعرف انه العالم ما رح تفهمك وبعرف قصص كثير رح تكون ضدك وبعرف انك انت منك كاسبر منك روح محتاج لانك تاكل وتشرب وتنام ومحتاج عندك احتياجات جسدية وعندك احتياجات نفسية أنا بعرف كل هدول لكن أنا رح أعطيك معدات أنا رح أعطيك دمي أنا رح أعطيك روحي أنا رح أعطيك كلمتي وأنا رح أعطيك كلمة الإيمان فيك توثق فيي أنا دعيك